صباح الخير على الجميع يا شباب. شوفوا هذا من فايدة الخلطة، سبحان الله الطيور تحب تتروش في الخلطة علشان كلها أعشاب طبيعية. أتحدى أي شخص يحط أشياء كموية وتجي تسبح فيها العصافير. شوف سبحان الله، دائما أنا إذا حطيت الخلطة، شوف شوف هذا الثاني هناك الأبيض، شوف شوف يبغى يدخل في المشرب الماي ويتروش من ريحة الخلطة يا شباب. والله العظيم ان الخلطة دي جدا مفيدة حق العصافير اذا تروشون. شوف شوف والله من الصباح اليوم التاريخ 10/3/1439، والله العظيم من ساعة العصافير تطب فيه تتروش. شو هذا الهولندي يبغى يتروش في الماي، ها كل واحد يتهوش على الماي يا شباب. انا قلت لكم خلطة ولد الشرقية مفيدة جدا حق الترويش العصافير، لو تحط بس معلقة واحدة وتخلي العصافير تتروش. المشكلة يتهوشون عليه، هذا كل واحدة تجي كم واحد بساعة سبح فيه. والله العظيم بس ما حبيت اصور، بس قلت خلنا اعطيكم فكرة بس. شوفوا يا شباب كل 10 ايام احط معلقة حق الترويش انا حق العصافير. شفتوا يا شباب، اذا قلنا لكم خلطة ولد الشرقية مفيدة جدا حق الترويش العصافير والطيور والدجاج والصيصان، جدا مفيدة. بعد ما تشرب العصافير من هذه الخلطة تهيج الديكور جنسيا. شوف هناك الابيض والله مساعد قاعد يتروش في السطل الصغير هذا حق المشرب الموي. شوف تقريبا قاعد الحين ينشف نفسه، شفتوه مبين علامة الترويش. شوفوا ها يعني أكثر من مرة أنا لاحظت العصافير تطب تتروش في الخلطة، ما هو بمرة ولا بمرتين ولا هي ثلاثة يا شباب. سبحان الله عندي عشبة ريحتها جدا خنينة تخلي العصافير ما تقاوم الماي فتنسى العطش وتطب تتروش، سبحان الله. شوف شوف بس هذه فوائد الخلطة، يعني ويش تهيج الديكور جنسيا، تنشط من المبايض، تموت البراغيث. شوف العصافير احكم بنفسك، واليوم التاريخ 10/3/1439. شوف انا بس حبيت اصور واوثق حق الناس ان الخلطة جدا مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.